السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البيم والجنريتيف ديزاين. جنريتيف ديزاين يعني التصميم التوليدي، يعني إن أنا أحط المبنى كله، بعض العوامل، بعض البرامتر، وأوتوماتيك أقدر أتحكم فيه فيطلع لي ملايين الأشكال الغير نهائية. تمام؟ طيب، عشان نفهم الموضوع دوت لازم نفهم الخوارزمية اللي هو نسبة الخوارزمي. هو كان بيتكلم على إيه؟ إن إحنا نعمل خطوات رياضية ومنطقية ومتسلسلة عشان نحل اي مشكلة. من خلال الخوارزميات دي انطلق العلم ووصل لخطوات كتير جدا. فكانت البداية عند ابو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، وبعد كده اصبح العلم ده اسمه الجوريزم. يعني احنا بنعمل خوارزمية معتمدة على 3 تركيب، من التسلسل ومن الاختيار والتكرار. التسلسل لازم تكون الخوارزمية عبارة عن مجموعة من تعليمات مسلسلة، ممكن تكون بسيطة او فيها نوع من التعقيد. الاختيار في بعض المشاكل بنوصل لما فيه اختيار من 2. تمام؟ فمن خلال الذكاء الصناعي يقدر يختار من الحاجة من 2 دول. وفي التكرار، لازم يكون في بعض المشاكل لما تيجي تحل عشان نحلها يبقى في نوع من تسلسل الخطوات وتكرار. ولازم يكون في قيود، ان الحاجة دي تكون واضحة ويكون فيها فعالية ويكون فيها محدودية ويكون في نواتج معينة. طيب، من خلال الخوارزميات دي وصلنا لحاجة اسمها البرامتر أو التصميم البارامتري، وبيعتمد على نوع من التفكير الخوارزمي، من نوع من استخدام البرامتر على أساس إن هو يبقى فيه نوع من المعادلات الرياضية اللي من خلالها نقدر نوصل لأكتر من تصميم. طب ايه هو البرامتر وازاي نقدر نحددها؟ دي عوامل التصميم. يعني احنا ممكن مثلا نتكلم ان من عوامل التصميم مثلا المناخ، منها نوع الثقافة، وهكذا. في بعض العوامل او في بعض البرامتر اللي بتخلينا نتحكم فيها. فلو جينا نبص على حاجة بسيطة جدا، مثلا المكعب عندنا 3 برامتر اكس واي وزد. فلو انا غيرت في الاكس وغيرت في الواي وغيرت في الزد هتلاقي لي اشكال لا نهائية. تمام؟ طب لو خلينا مثلا الركن مثلا ليه درجة من الشكل قوس مثلا، تمام، ما دي هتعمل لي اشكال اخرى لا نهائيه، وهكذا. الفكره كلها ان في بعض المرامتر نقدر نتحكم فيه. فلو احنا قلنا مثلا ان عندنا البيت وعندنا مرامتر عدل الادوار وعندنا مرامتر تاني ارتفاع الدور وعندنا مرامتر اخر وليكن مثلا العرض بتاع المبنى، عدد الاعمده اللي موجوده، احنا ممكن نعمل اشكال لا نهائيه في ثواني. وده هيسهل لنا ان احنا نعمل حاجات قريبه من الطبيعه، لأن إحنا ممكن نستلهم بعض الحاجات من الطبيعة، زي مثل دار الأوبرا بتاع سيدني المشهورة دوت. خدوا شكل الصدف كمصدر إلهام للتحكم في الأحمال الإنشائية، وهكذا. ففي نوع من إن إحنا نفهم الأشكال الطبيعية جاية إزاي، وهكذا. ده مثلا مبنى أنا كنت شغال فيه، ده ترافيك كنترول سنتر. فشاف الواجهة ديت فيها أشكال لا نهائية وفيها أشكال مفيش واحدة منهم شبه التانية، وهكذا. فصعب إن أنت كنت تقعد تعملها، يعني العادي إن أنت تعمل باتر من واحدة وتقعد تكررها، فده مش شكل متكرر زي الأشكال الهندسية أو السداسية اللي موجودة في الخلايا بتاعة العسل النحل. طبعا من أكتر الناس اللي اتكلموا في موضوع البراماتيك والعمارة البارامترية دوت شوماخر. كان ليه كتاب اسمه The Two Pieces of Architect، كان بيتكلم إن العمارة البارامترية استعرض ده من كل العناصر المعمارية وحوالتها العناصر أو محددات لوغاريتمية سهلة التحويل. طبعا شوماخر ده كان مع زوح حديد في نفس المكتب، وهما الاتنين أبدعوا في فكرة العمارة البارامترية ديت. وفرانك شيري مشهور برضو، كان بيتكلم إن في حواجز فكرية بينه وبين المقاولين والناس اللي هما بتوع البناء. فهو كان حاسس إن هو بيتكلم بلغة مختلف عنهم، بس الرسومات المعمارية للأسطح المنحنية الجميلة قدر يعملها من خلال برنامج اسمه كاتيا. هو اللي قدر يجيبه ويطوره ويخليه معاه. كاتيا ده كان برنامج خاص بالطيارات والحاجات ديت، فقدر من خلاله إن هو يصمم أشكال متميزة. زي ما شايف العناصر دلوقتي أصبحت فيها نوع من التعقيد، مش سهلة زي زمان، فمحتاجة إن أنت يبقى عندك
نوع من فهم الموضوع البارامتر والحاجات ديت. ده بتشوف زمان كان العربية بتعمل ازاي، دلوقتي خلاص الأجهزة كلها بتعمل السيارات، ممكن كل السيارات دي واحد بس هو اللي بيشرف على الأجهزة دي كلها، تمام. فاحنا ممكن نعمل زي خوارزميات معينة ونخليه يصمم لنا مدن مثلا، نقول مثلا احنا عايزين حاجة هنا توصل بينهم والحاجات دي كلها، وهو يقعد ينتج أشكال لا نهائية، وبعد كده الأشكال اللا نهائية دي يبدأ يعمل لها أناليسيز ويبدأ يشوف أفضل شكل فيهم إيه والأنسب إيه وهكذا. هو بيبدأ يشوف كل الأشكال ويبدأ يصمم لنا سواء مبنى بشكل دوت سواء مدينة بشكل دوت. فيقدر يقدر نقول له مثلا طب اعمل لنا الفراغات، طب يقدر وزع لنا الفراغات، طب يقدر وزع لنا الأماكن بنا تبقى عاملة إزاي، اعمل لنا الحوايط، اعمل لنا الأبواب، كل حاجة دي احنا بنديله المكان ونديله بس إيه الفكرة، تمام. من البرامج المشهورة في الموضوع دوت الجراس هوبر، ده طبعا يعتبر أدنس جوه الراينو، بس طبعا في ممكن البرامتر ديزاين ده تستخدمه في سيلز ماكس، تستخدمه في المايه، تستخدمه في الريفت، تستخدمه في حاجات كتير جدا. في الريفت برضو ممكن من خلال الريفت لوحده وممكن من خلال الداينو. هنا مثلا حاجة بسيطة جدا للإكس والواي، لا ممكن نحط بعض العوامل أكتر ونخليه هو يختار ونخليه يشوف أفضل سيموليشن وأفضل حل إيه موجود. طبعا في عوامل كتير جدا زي الديلايت، زي اللو فيجوال ديستراكشن، في الفيو اوتسايد وهكذا، يبدا يعمل افضل حلول لحد ما يوصل لحاجه. لو احنا بنعملها مانوال ينفع تعمل مانوال بس هتاخد سنين من الشغل، هو لا في ثواني. ده مثلا مثال للحاجه اللي كنت بقولها، احنا عملنا بعض البارامتر في جراس اوبر وهو بدا مجرد تحرك يبدا يزود عدد الادوار، يبدا يزود المسافات بين الأعمدة، يزود الأعمدة، يزود كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها بسهولة شدة جدا زي ما انت شايف. فبيبقى فيه مزايا كتيرة جدا لما تستخدم البروماتيك، إن هو ممكن يعمل لك خطوط ناعمة ومتدفقة، ممكن يعمل لك أصالة تفرد من عصر الزخرفية، يعمل خطوط هندسية جميلة جدا منحنية، يعمل حاجة موجودة في الطبيعة، يعني تقدر تشوف حاجة في الطبيعة وتقدر تحاول تعمل نفس الأشكال، يعني متبقاش البيوت بتاعتنا كلها واخدة زاوية كده، واخدة إنها شكل مربع أو مكعب. وتقدر تستخدم زي ما بقول حضرتك الديسك 3 دي ماكس، الريفت، الجراس هوبر، الكاتيا، كل الحاجات دي تقدر تشوف الحاجات. طب هل في انتقادات للموضوع دوت؟ في بعض الانتقادات ممكن نفكر فيها مع بعض. ده زي ما شايف هو بيعمل سوليوشن للحلول اهوت، تبدأ تشوف حاجة تعملها وتبدأ تشوف كذا سيموليشن عليهم في ثواني وشوف أفضل الحلول اللي تنفع لحاجة زي كده، تمام. فأنت بيبقى عندك جيومتري وتقدر تعمل performance وبعد كده الخوارزميات analysis لحد يطلع لك الشكل وهي أشكال نهائية. حتى في الحذاء أعزكم الله تقدر تعمل حاجات بأشكال فريدة أهوت. طبعا كانت في أشكال غاية في الغرابة فأنا اخترت الأشكال الكويسة. ممكن تشوف مثلا تصميم جديد للعجلة مثلا، يعني في العمارة، في الأربن بلان، في اللي بيسموها الموضة، الكراسي بالشكل دوت أهي. فزي ما تشوف ده مثلا جوه الداينامو نقدر نعمل ربط العناصر بحيث ان انت لما تغير الاشكال كلها تتغير توصل لاشكال لا نهائية زي ما تشوف اهوت. تقدر تحط بعض البرامتر وتغير، فبدل ما تعمل تصميم واحد لا انت بتعمل مليون تصميم وبتعمل مليون اختبار ويطلع لك افضل تصميم فيهم. طيب الحاجات الجميلة ديت ممكن يكون ايه الاعتراض عليها؟ في اعتراض عليها إن عبقرية المهندس والحدس والمهارة والحاجات دي كلها المفروض تكون الأساس. دلوقتي لأ، هو الكمبيوتر هو الأساس، المفروض الكمبيوتر يكون مساعد مش هو ده كده. المهارات بتاعة التفكير والمهارات بتاعة الاختيار بتقل عند المهندس، يبقى أي حد بيكون شغل الحاجات ديت، تمام. هو اعتراض وجيه، يعني حتى من ضمن اللي قاله الاعتراض دوت استاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا اسمه كريستوفر الكسندر، تمام.
فهو اعتراض وجيه. وكان في دكتور في كلية الهندسة جامعة الشمس كان شايف ان الاتجاه للويندوز حاجة رهيبة جدا وغلط، وده خطورة، ولازم الناس كلها تشتغل على الدوس. طبعا مع الوقت الناس كتير بدأت تتجه للويندوز، واصبح مفيش حد يسمع عن الدوس الا في اقل القليل. يعني في حتى الان بعض البنوك في اليابان بتستخدم الدوس، لان اقل ضرر في الفيروسات، مفيش حد هيلعب جيمز، مفيش حد هيضيع وقت في حاجة بره الشغل، مش كل شوية نعمل دروس تعليمية للناس ونشرح لهم، لا هو الدوس بس وخلاص. فليها اسباب، بس الاغلبية تتجه للحاجة دي، فالافضل ان انت تكون من الاوائل ومن السابقين في الحاجة ديت. فهو اعتراض وجيه يعني، محترم، مش بعترض عليه، بس هو بيتكلم ان المفروض ان الكمبيوتر يديني ادوات مساعدة، وليس هو اللي يحل كل حاجة، هو اللي يكون الأساس، لأن ده هيخلي عقل الإنسان ما يقدرش يفكر. لو طلب منه إن هو يحل المسألة دي مانوال وكان مضطر كده، ما يقدرش يحلها. فده ما دين اعتراض، بس في المجمل هو أسلوب كبير جدا، وأصبح من العمودة الأساسية في البيم، وأصبح حاجة لازم الناس تبقى على دراية بيها، والناس تبدأ تتعلمها إن شاء الله. وإن شاء الله تلاقوا دروس كتيرة في اللي بيم في موضوع البرمجة ديزاين.